أنا الحين في الأولمبياد الفريق اللي يمثل الكيمياء، وإن شاء الله نشارك في المسابقة الجاية بتكون الأولمبياد الدولي للكيمياء. رحلتي كانت من متوسط، حيث أن أهلي ساعدوني وحفزوني أن أدخل مع مدارس شراكة مع موهبة، والحمد لله دخلت اختبار مقياس موهبة وقدرت أدخل مدارس شراكة، حيث فتحت لي أبواب كثيرة مع موهبة، منها الأولمبياد ومنها دورات الموهبة الإثرائية. أول سنة كانت لي فوق المتوسط، شاركت في مسابقة موهوب للرياضيات، بس دخلت دورات الأساسية بس ما قدرت أكمل. بعدها دخلت في صف ثاني ثانوي للكيمياء، والحمد لله كملت الكيمياء، وأنا الحين في الدرب الحين عشان أشارك المسابقات العالمية. بعد فضل الله سبحانه وتعالى كان أهلي حيث دعموني كثير أني أدخل مع موهبة والمدارس شراكة مع موهبة، حيث فادتني علميا وحتى فادتني في الحياة غير الدراسة، حيث أنها ساعدتني أني أنضبط نفسيا، وكيف مثلا واحد من المهارات اللي تفيد الكثير كيف أنظم وقتي وكيف أنظم جدولي في اليوم. إن شاء الله أن أحقق في ميدالية ذهبية، حيث أني أنا شاركت في مسابقة الأولمبياد الدولي للمندليف للكيمياء بس ما قدرت أحصل ميدالية ذهبية، شاركت بس وأخذت شهادة.